بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما. ايها الاخوه الاحباب اهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الايماني. الذي نتحدث فيه عن أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلي وفي هذه الليلة المباركة نتحدث عن اسمه تعالى الوارث يروى أن الله تعالى يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء لم يعص الله عز وجل عليها قط فيؤمر مناد ينادي في الخلائق لمن الملك اليوم؟ فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم لله الواحد القهار ويقال ان الجميع يصمت وان الذي يجيب هو الله تعالى بنفسه فيسمع كلامه كل الخلائق وبذلك يقر الجميع ان الملك لله وحده وان الله تعالى له ميراث السماوات والارض لانه سبحانه وتعالى هو الوارث الباقي بعد فناء خلقه وانه عز وجل هو الذي ترجع اليه الاملاك ومالكوها وهذه الاملاك هي في الحقيقه ملكه ومن ثم فهو يستردها وقد ملكها الله تعالى للعباد في الدنيا لينعموا بها ويستمتعوا بها مده بقائهم في الحياه الدنيا فلما انتهت الحياه الدنيا عادت هذه الاملاك لمالكها الحقيقي وليس ثمه مالك على الحقيقه سوى الله الواحد الاحد الباقي الوارث الشهيد سبحانه وتعالى قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر, بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وقوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض كما يقول الإمام القرطبي أخبر الله تعالى ببقائه ودوام ملكه وانه في الابد كما هو في الازل غني عن العالمين فيرث الارض بعد فناء خلقه وزوال املاكهم وليس هذا بميراث في الحقيقه لان الوارث في الحقيقه هو الذي يرث شيئا لم يكن ملكه من قبل والله سبحانه وتعالى مالك السماوات والارض وما بينهما وكانت السماوات وما فيها لله سبحانه وتعالى والارض وما فيها هي لله ايضا وإن الأموال, التي وان الاموال كانت وديعه عند اربابها فاذا ماتوا ردت الوديعه الى صاحبها الذي كانت له في الاصل هكذا في تفسير الامام القرطبي يعني يقول ان الوارث والذي يرث شيئا ليس له لكن الله سبحانه وتعالى يرث الارض وما عليها والسماوات وما فيها وهو مالكها في مالكها في الاصل وللامام الفخر الرازي تخريج لطيف وتفسير يعني يحسن ان نقف عنده لقوله تعالى ولله ميراث السماوات والارض يقول في هذا يعني المعنى وجهان الاول ان لله تعالى ما فيها مما يتوارثه اهلهما من مال وغيره فلما يبخلون عليه بما هو ملك له في الحقيقه ولا ينفقونه في سبيله يعني وكان الله سبحانه وتعالى يحث الناس يعني قبل ان يقول له ملك كل شيء وميراث كل شيء ان ينفقوا في حياتهم حتى ينتفعوا بذلك في اخرتهم ونظيره قوله تعالى وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والثاني وهو قول الاكثرين المراد انه بعد فناء اهل السماوات والارض تبقى الاملاك لا مالك لها الا الله سبحانه وتعالى فجرى هذا مجرى الوراثه اذ كان الخلق يدعون الاملاك في الدنيا هذا قصري وهذا بيتي وهذه ارضي وهذه اموالي فلما ماتوا عنها ولم يخلفوا احدا كان هو الوارث لها والمقصود من الايه انه يبطل ملك جميع المالكين الا ملك الله سبحانه وتعالى فيصير كالميراث وهذا يعني من التفسير الحسن للامام فخر الدين الرازي وقد ورد اسمه تعالى الوارث في القران الكريم ثلاث مرات بصيغة الجمع ومنها قوله تعالى ولنتأمل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فزكريا عليه السلام يدعو ربه وقد ألهم الدعاء بهذه الصيغة وأنت خير الوارثين لأنها تؤكد اختصاص المولى عز وجل بجميع صفات العزة والعظمة والكمال والقدرة ومن كانت هذه صفاته فهو وحده القادر أن يهب الولد لعبده الضعيف خاصة وقد وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبة ولا وريث له في النبوة ولا في الدعوة إلى الله فكانت اجابه الله تعالى حاضره في الحال وجاء فعل الاستجابه مقترنا بالفاء التي تدل على السرعه فسبحان ربي الوارث الباقي له العزه والجلال وله المجد والملك والكبرياء بيده ملكوت السماوات والارض وهو على كل شيء قدير. وفي المقابل نجد الايه الثانيه من سوره القصص وهي قوله تعالى: وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها. نجد ان الايه تتحدث عن اهل قريه رزقهم الله من حيث لم يحتسبوا، واغدق عليهم من فضله ونعمه، فكانوا يتقلبون في رزق الله ونعمه، وبدلا من ان يشكروه من ان يشكروا الله سبحانه وتعالى على نعمائه، كفروا بانعمه عز وجل. ولم يؤدوا ما فرض عليهم في هذه الاموال وطغوا في الارض بغير الحق فاهلكهم الله تعالى بالعذاب في الدنيا فتلك مساكنهم وديارهم وبيوتهم لمن يعتبر خاليه خاويه على عروشها لم تسكن من بعدهم الا قليلا حيث كان ينزل بها المسافرون يبيتون بها يوما او بعض يوم ثم يغادرونها وكنا نحن الوارثين لها المتصرفين فيها فلله ميراث السماوات والارض وما فيهما فسبحانه سبحانه له خزائن السماوات والارض وله الملك كله والامر بيده وقد اعطى خلقه تفضلا منه حق الامتلاك في حياتهم الدنيا حتى اذا حانت اجالهم وانتهت اعمارهم استرد املاكهم وورث ما اعطاهم فهو صاحب السلطان ومالك الملك لا شريك له وهو مع ذلك الرحيم الودود والحليم الغفور الذي لا ينقطع بره ولا جوده عن خلقه رغم عصيانهم له فسبحانه سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده الصالحين بأن يمكن لهم في الأرض إذا التزموا بأوامره، ويورثهم الأرض ينعمون فيها بالأمن والأمان، ويقيمون العدل والحق في ربوعها، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقوله تعالى: كتبنا أي بينا واوضحنا في الكتب السماويه جميعا ان الارض يرثها عباد الله الصالحون قيل المقصود بالارض ارض الجنه لان ممكن نجد في الـ 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 الواقع المسلمون قد يضيق عليهم وقد يعيشون مطاردين وقد يكونوا في حاله ضعف الى اخره فلذلك فسرت الارض هنا بانها ارض الجنه أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أي الجنة يرثها الصالحون ويقيم بها عبادي الصالحون المؤمنون وهذا قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير ومقاتل رضي الله عنهم ويقال أن الأرض المقصودة هي الأرض المقدسة يرثها وينزلها بنو إسرائيل ثم بعد ذلك يعني تستردها أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقال بالأرض كما قال المفسرون أرض الشام ترثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما في سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة ويقال جميع الأرض تكون في آخر الزمان أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أي أن الأرض تتطهر من الكفر والضلال والشرك، ثم لا يكون فيها الا المؤمنون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيبلغ ملك امتي ما زوي لي منها. وقال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. وهذه الايه الكريمه تتحدث عن وعد الله سبحانه وتعالى للمسلمين باستخلافهم في الارض اما على العموم واما حالات قصها الله سبحانه وتعالى كما جرى للمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان خرجوا من ديارهم فتح الله سبحانه وتعالى عليهم اقطار الدنيا ليكونوا يعني قدوه لنا فهذه الايه تتحدث عن وعد الله للمسلمين باستخلافهم في الارض اما على العم كما قلنا كما جرت سنته في استخلاف الصالحين من عباده وان الله تعالى سيمكنهم في الارض وسيمكن لدينه الذي ارتضى لهم وهو دين الاسلام وانه تعالى سيبدل خوفهم من الكفار امنا وقد صدق الله المسلمين وعده فقد نصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده وهيا للمسلمين فتح مكه واورثهم الارض والحكم واصبحت مكه مهبط الوحي منبعا للنور وحصنا منيعا قويا للاسلام ومن مكه انطلقت مشاعر الحق والنور شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فانتشر الاسلام في ربوع الارض في افريقيا واسيا وفي قلب اوروبا وبذلك تحقق وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين عندما التزموا بمنهج الله وساروا على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وهديه اما عندما حادوا عن منهج الله ولم يحققوا العدل في انفسهم ولا في تعاملاتهم حُصروا داخل بلدانهم وعاشوا في خوف وفقر وذل، وفقدوا كثيرا مما انعم الله سبحانه وتعالى به عليهم من قبل. وحظ العبد من هذا الاسم الجليل الوارث ان يتعلق قلبه بالله الحي القيوم، وتقوى همته ويسعى ان يكون من ورثه جنه النعيم. وذلك لا يكون الا بالتعلق بالله عز وجل وحده، فهو الوارث وهو الباقي، وهو مالك الملك، الذي لا تنفد خزائنه، ولا ينتهي سلطانه، وان يسعى لاخذ حظه من تركه النبوه وميراثها، وميراث النبوه كما نعلم العلم، فمن اخذ حظه منه فقد اخذ بحظ وافر، فالعلماء هم ورثه الانبياء. ومن اعظم ثمار هذا الاسم الجليل ان يتخلص العبد من الحرص والطمع والبخل وسائر الصفات الذميمه فكل ما سيفعله في هذه الحياه الدنيا سيجني ثماره غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وان يزهد الانسان في اي شيء يشغل قلبه عن ذكر الله ويتواضع لعظمته وعزته يقول الشيخ زروق رحمه الله عليه التقرب بهذا الاسم يكون بنفي الدعوى وترك الجزع والشكوى، وإن بلغت الغاية في الضر والبلوى، وأن يكون العبد وارثا لما عليه الصالحون من أحوال وأعمال وأقوال. ويقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه: "الوارث عز وجل هو الذي ير يرجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك وذلك هو الله سبحانه وتعالى إذ هو الباقي بعد فناء الخلق وإليه مرجع كل شيء ومصيره وهو القائل ذاك لمن الملك اليوم وهو المجيب لله الواحد القهار وهذا بحسب ظن الأكثرين إذ يظنون لأنفسهم ملكا فينكشف لهم في ذلك اليوم حقيقة الحال وهذا النداء عبارة عن حقيقة ما ينكشف لهم في ذلك الوقت لمن الملك اليوم لأنه سؤال تعجيزي لأن هؤلاء الذين ادعوا أنهم يعني يملكون ومخلدون ويعني كل شيء طوع يمينهم سيجدون أنفسهم عاجزين لا يستطيعون ولا يجرؤون أن يزعموا أنهم يعني يمتلكون شيئا. فهذا النداء كما قلنا عباره عن حقيقه ما ينكشف لهم في ذلك الوقت، فاما ارباب البصائر فانهم ابدا مشاهدون لمعنى هذا النداء من بدري، يعني لا ينتظرون ان ينادى عليهم في ذلك اليوم، وانما هم كانوا يعلمون منذ البدايه لذلك سمعوا لكلام خالقهم واطاعوه فهم سامعون له من غير صوت ولا حرف موقنون بان الملك لله الواحد القهار في كل يوم وفي كل ساعه وفي كل لحظه وكذلك كان ازلا وابدا وهذا انما يدركه من ادرك حقيقه التوحيد في الفعل وعلم ان المنفرد بالفعل في الملك والملكوت واحد. فلذلك لمن الملك اليوم هو سوء هو نداء لتوبيخ هؤلاء الذين كانوا يزعمون لانفسهم ملكا وتصرفا وقدرة وكانوا يلحدون ويشكون في قدرة الله عز وجل على بعثهم وعلى إحيائهم وحسابهم يوم القيامة وأما المؤمنون وأرباب البصائر ومن أنار الله بصيرتهم في الحياة الدنيا وآمنوا وفوضوا أمورهم لله عز وجل فهم كانوا يسمعون هذا النداء وكانوا يوقنون يعني أن الملك لله سبحانه وتعالى لذلك لم يمسكوا المال بل جادوا به وتصدقوا وانفقوا يعني لهذا اليوم ولم يظنوا انهم ملوك على الحقيقه وانما هم عباد الله سبحانه وتعالى الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا شك يعني اننا حين نتامل ونتدبر هذا الاسم الجليل فاننا نتخفف من غلوائنا ونحاول ان نتخلص من التعلق بهذه الحياه الدنيا طبعا احنا تحدثنا كثيرا عن فكره نظره المسلم الواعيه والمتوازنه للدنيا فهو لا يتركها لانه لا يستطيع ان يعبد ربه الا فيها نحن لا نعبد الله في الفضاء ولا يعني في الاخره، الاخره دار جزاء ولا عمل فيها، لكن الله سبحانه وتعالى كلفنا بان نعمل في هذه الدنيا وان نعبد الله سبحانه وتعالى فيها. لكن ال الانسان الحصيف، الانسان العاقل، الانسان الذي يعلم ان مآله ما الى الله سبحانه وتعالى فلا شك انه يعني يسير على الارض كما قال القران الكريم وهذا التعبير الذين يمشون على الارض هونا يعني لا في كبرياء لا في يعني ظن بان الانسان مخلد وانه باقي فالوارث هو الله سبحانه وتعالى وانك ميت وانهم ميتون وهذا الخطاب لاشرف خلق الله وخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم فبالتالي الانسان عندما يتامل هذا الاسم وسائر الاسماء الحسنى يعلم ان مآله الى الله سبحانه وتعالى، لذلك يتخفف من تعلقه بالدنيا ويكون قلبه خالصا لله سبحانه وتعالى، يعبد ربه بخشوع وخضوع وتضرع ويطلب من الله سبحانه وتعالى ان يكون ميراثه الحقيقي في في الاخره. يعني الميراث الحقيقي هو النعيم الدائم، هو البقاء حيث رحمة الله عز وجل، حيث الأنبياء، حيث الصالحون، حيث الشهداء، حيث المخلصون. أما الدنيا فهي متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا على الإنسان وهو يعني يقرأ هذا الاسم ويعايش هذا الاسم الجليل أن يخرج بهذه الثمار. وهذا الاسم الجليل أيضا من ثماره التوحيد التوحيد الخالص فالعبد الذي يقف على حقيقة هذا الاسم ويعني يتدبره ويعايشه يعلم أنه ما من شيء إلا وله وارث إلا الله سبحانه وتعالى فهو وارث كل شيء وارث السماوات والأرض والناس جميعا فهو الحي الباقي بذاته وصفاته وافعاله، لذلك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، وما دام الامر كذلك فلماذا يتطلع المرء الى ما قد يرثه من مورثه؟ وهو ظل زائل وعاريه مسترده ومتاع قليل في عمر مهما طال فايامه قصيره، ولا يخفى ما وراء هذا الميراث لو تحقق له من تبعات لا يدري هل يستطيع التخلص منها ام لا؟ فيعني حياتنا في الدنيا هي المده التي كتب الله كتبها الله سبحانه وتعالى لنا، ثم بعد ذلك نغادرها الى دار الخلود. فلذلك الانسان العاقل يعني يسال الله سبحانه وتعالى الجنه وان يكون له ميراث وحظ منها وايضا ان يعبد الله سبحانه وتعالى ويوحده وهو الوارث الباقي سبحانه وتعالى آه والعاقل يعني بلا شك لو عقد موازنه بين الدنيا والاخره وبين ميراث الدنيا وميراث الاخره لوجد لو ان الدنيا يعني متاع زائل آه لكنها يعني كما ذكرنا لا آه يصل الانسان الى مبتغاه ولا يستطيع ان يعبد ربه الا على هذه الارض. فلذلك في الدنيا على ما فيها من فتن وما فيها من شهوات وما فيها من الام ومنغصات فيها يعني ما يعدل الـ يعني السعاده في الـ في, الـ في الاخره الا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب فكان هذا هو ميراث المؤمن المعجل. يعني ميراث المؤمن الحقيقي هو في الجنة لكن عندما يعي حقيقة الذكر ويتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى فلا شك يعني أنه يعني يكون قد أخذ جزءا أو 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 يعني جزءا كبيرا الحقيقة من ميراثه وعجل الله سبحانه وتعالى له بالذكر والسكينة و يعني صفاء النفس. يعني تحضرني هنا مقوله لاحد الصالحين يقول في المقارنه بين يعني الدنيا والاخره حتى نكن على ذكر منها يقول لو ان الدنيا من ذهب زائل والاخره من خزف باق لكان العقل والمنطق يقول ان الخزف الباقي افضل من الذهب الزائل والفاني فما بالنا والدنيا من خزف زائل والاخره هي الذهب الباقي، اذا هنا العاقل عليه ان يعني يتعلق قلبه بذكر الله وبالاخره وان يكون حظه يعني من الدنيا أن يعيش ويعني يسعى في مناكبها كما أمره الله سبحانه وتعالى وأن تكون وسيلة لوصوله إلى جنة عرضها السماوات والأرض فيعني ما أتعس حظ إنسان يحرم من جنة عرضها السماوات والأرض يعني ما هذا الاتساع الكبير ويعني اذا هكذا كما قيل يعني اذا كان عرضها على هذا النحو فهو مجرد يعني تخيل وتصوير وتمثيل بان الجنه بهذا الاتساع فكيف لا يجد الانسان لنفسه موطئ قدم في هذه الجنه الا اذا كان يعني من يعني الاشقياء المحرومين الذين كتب عليهم أن يحرموا من هذا النعيم الدائم. اللهم يا وارث السماوات والأرض ويا مالك الملك أنعم علينا بفضلك. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء بفضلك يا رب العالمين. وأورثنا يا ربنا العلم النافع واجعلنا من المتبعين لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. السائرين على ضربه اللهم اني اعوذ باسمائك الحسنى وكلماتك التامه من شر السامه والهامه واعوذ باسمك وكلماتك التامه من شر عذابك وشر عبادك واعوذ باسمك وكلمتك التامه من شر الشيطان الرجيم اللهم اني اسالك من خير ما تعطي وخير ما تسال ومن خير ما تخفي وخير ما تبدي اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجري به الليل والنهار اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك والإنابة إليك ولا تغلق بابنا دونك يا أرحم الراحمين اللهم لا تغلق بابك دوننا يا أرحم الراحمين اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تصلي على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وان تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا اللهم امين اللهم امين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا